كل ما بتقدر تعمل الحاجة اللي تقدر تعملها اللي ما فيهاش خطورة عليك هو ده العقل وهو ده الصح. انما يا فرحتي انك تعمل حاجة هيجي التأمين هيرفض ان هو يأمن على الفيلم، انت هتوقف الفيلم بالسنة وبالسنتين لو لا قدر الله حصل حاجة. فانا بعمل الاكشن طالما نسبة الخطورة محسوبة، انما لو نسبة الخطورة فيها ان انت ممكن تصاب او حد من الكرو يصاب، لا مش العالم كله على فكرة بيشتغل كده. يعني هي مش بطولة، انا لن مش هاخد ريوردز على ان انا بعمل اكشن، انا هاخد ريوردز على الاداء التمثيلي الاكشن ده بلس مش هو المين. تمام. نزولك دلوقتي ونزول اي ممثل في دور العرض السينمائي مجازفه، فهل انت ما بتبقاش خايف على ايرادات الفيلم بسبب الاشغالات بتاعت تمام؟ طبعا خايف على الايرادات، كل واحد فيها بيبقى نفسه ان فيلمه يتشاف من اكبر عدد من الناس وبالتالي يحقق ايرادات. انما ده ما بيبقاش قرار احمد عز، ده بيبقى قرار في شركة انتاج وفي موزعين وكده. انما اعتقد ان احنا الحمد لله مؤشرات فيلم كريم كويسة بتبين ان فيه اقبال على الموضوع. الحمد لله الكورونا كمان ابتدى يهدى شوية، ومع ذلك برضو لازم نعمل حسابنا في الفترة اللي جاية. بمناسبة كريم عبد العزيز، انت كمان قدامك اثنين منافسين جامدين جدا، تامر حسني وكريم عبد العزيز، شايف ازاي؟ ربنا يكرم الجميع يا رب. انا سعيد جدا جدا بالتواجد ده، وربنا يكرمنا كلنا. اوكي، سمعنا في اخبار متداولة ان انت مش هتكون بطل الجزء الثاني من هجمة مرتدة. دي حقيقة؟ تمام. طيب لو انت مش هتكون بطل هجمة مرتدة، هل هتشارك في رمضان 2022؟ لا، انا بعمل مسلسل كل اربع سنين. اوكي. انا بعمل مسلسل كل سنة، عشان كده انا مش موجود السنة الجاية. مش خايف ان الجمهور يقارن فيلم العارف بهجمة مرتدة عشان من ناحية السسبنس والكلام ده؟ لا، ابعد من كده. تمام. سمعنا كمان انت بتحضر فيلم دلوقتي اسمه الصقر والكناريا، وهيكون فيلم كوميدي، هل احمد عز هيبتعد عن الاكشن الفترة اللي جاية؟ انا الحمد لله الفترة اللي جاية بعمل اكتر من عمل في السنة. ممكن اعمل يعني مثلا خلصت الجريمة، والجريمة ده سسبنس، كيرة والجن ده فيلم اكشن، ممكن اعمل كوميدي. يعني انا بجري دايما ورا الموضوع الاحسن. فترة قد ايه في كيرة والجن؟ لا لسه الوقت شهر 10 11 اللي جاي ان شاء الله. بس من الافلام المختلفة كده، انا سعيد جدا بالتواجد فيه، وسعيد ان انا بشتغل مع الاستاذ مروان حامد كريم طبعا. يعني ربنا يكرمنا جميعا يا رب. شايفينك متحمس قوي للفيلم ده؟ كل الافلام اللي بشتغلها الحقيقه بشتغل فيها حابب ان انا اشتغل فيها، ما بعملش فيلم للتواجد او بعمل فيلم عشان اخد قرش. هو انت بتعمل فيلم عشان انت فرحان في اللي انت بتعمله، بتبذل فيه اقصى مجهود، ويا رب ان هو يوصل للناس. اخر سؤال، ايه اخر تطورات الجريمه دلوقتي؟ الجريمه خلصتها امبارح الحمد لله، واخراج خشيب عرفه، وانا فخور ان انا بشتغل مع خشيب عرفه، وبكرر مع التجربه بعد فيلم الممر، وان شاء الله نعمل فيلم مختلف.